بالمجلس النيابي في 128 نائب، 5 منهم زعماء مش مضطرين يطلوا على المجلس إلا عند الضرورة، 10 مش فاضيين للمجلس النيابي شغلتهم القضايا الكبرى، 10 سكنهم بعيد وهن أصلاً ما حبوا العمل التشريعي. في نواب حكيهم السياسي كتير وفعلهم التشريعي قليل، في نواب بيشتغلوا أكتر من ما بيحكوا، وفي نواب لا بيشتغلوا ولا بيحكوا. أساس العمل التشريعي أو النيابي بيكون عبر اللجان النيابية. المفاجأة إنه في أكثر من 20 نائب مش مسجلين اليوم بأي لجنة، وبالتالي ما في أي مبرر لوجودهم بمجلس النواب. وبالمقابل في نواب مسجلين بلجان بس تغيبوا عن غالبية الجلسات، علما انه النظام الداخلي لمجلس النواب بيقول حضور جلسات اللجان الزامي يعتبر مستقيلا حكما عضو اللجنة الذي يتغيب عن حضور 3 جلسات متوالية بدون عذر مشروع مقدم وفقا للمادة 61 من هذا النظام، وعلى رئيس اللجنة ان يبلغ رئيس المجلس الامر لانتخاب خلف له. مين هيدا؟ الإصلاح والتغيير، محامي. العائلة حلو، اسمه صغير ميشيل. انت ليه بتضلك مجلس النواب؟ ما عندي هون بيروت، ما عندي مكتب غيره. عرس حسين اسمه بس مش عم تذكر اسمه. يا مفروض بعرفهم. في فكرة خاطئة عند البعض، شو يعتقد انه عمل النائب اليومي هو في يعني في مكان مجلس النواب، مش بالضرورة. نواب الأمة مثل ما بيسموهم بالدستور لازم يعرفوا الأمة عليهم أو يتعدلوا الدستور ويصير اسمهم نواب الزعماء. يعني لو بعرف أسميهم يعني شايفهم شيء قبل؟ شو بعرف يا خي؟ بالطيار يعني، بالطيار الوطني. ايه بس مش شايفه هذا ولا مرة بالتلفزيون، بيكون هذا حرامي صغير.